الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah Maulid baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana akan dibawakan dan dibacakan langsung oleh jamaah hadrah Majlis Ta'lim Nurul Ilmi di bawah pimpinan al-mukarram wal-muhtaram al-ustaz Fatilah matanallah fitul hayati. Untuk membacakan kisah Maulid baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para jamaah hadrah dan kita semuanya untuk mengikutinya, dan kami mohonkan untuk guru kami yang mulia yaitu Al-Mukarram wa Muhtaram Bapak K. Haji Dr. Andos Habibullah Hasbiullah untuk memimpin pembacaan arwah terlebih dahulu, untuk memimpin pembacaan arwah terlebih dahulu kepada para sepuh, kepada para orang tua, dan juga terlebih khusus kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nanti akan dilanjutkan oleh jamaah hadrah pimpinan Al-Mukarram Muhtaram Ustaz Ahmad Fatilah. Pada beliau-beliau dengan hormat dan rendah hati kami mohonkan untuk memimpin acara pembacaan kisah Maulid baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum. Yeah.
أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق بكونه وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله العالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدلى أمانة وهدى الله به من الأمة بشارا كثيرا ظلمة الجحل للمتسرين سراجا وقمرا منيرا ومعظم من منة ذكر من الله على البشر ومعصاها من نعمة بشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم بأجل الصلاوة وجمعها واشكى تحيتي وسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية بمواتن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإكرام يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلقه بحبه ويكتب بها بعناية الله باسمه وعلى آل أصحاب الذين ردقوا صحوة المجد بقربه وتفيض إلى الأشر وصنه بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلق إرادة الله في العلم القديم بجهور أسرار تنفيذ للبشر الكريم بتعظيم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بلجس التشوير في العالم المطلق الكبير أن جمال المجهود بالعين هاول لوجف الكمال المطلق والحسن تمي والجين فتنكل ذلك الجمال الميمون في الأقلاب الكريمة والبطون فما من شمس بالضمة إلا وتمت عليهم من الله النعمة فهو الغمار تم الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن تكراره وموضع خروجه وقدرت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت به من شرحات النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأفلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة راكب لحاجه الخروج بأن يرقم في هذا الكرفاش ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الأمثول لا تفي بعسر معشار أوصاف ذلك الموصوف تفليكا للسامعين من خواش المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تهرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حزاني إلى تدوين ما عفلت ومن شيار أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولدي من القبض الذي أمى العالمين وبكية رياته في الكون منشورة على الأمر الأيام والشهور والسنين داء تعلق في هذا الحضرات الكريمة ولا إجد تشوق إلى السماء أو فوقها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والشامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويترعان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رحمتي أجمعين.
Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أنى للغلام أن يخص ما خرقته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من شفاة حاج العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حاجنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن حاج الحبيب من أخبار وآثر ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنجاه في حدائقه الأسماء والأبشار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المهدى في هذه السورة. فنوره هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جبير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء من نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخر في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت سعادة عبادية لها ملاحظات خفية انتشرت من شعات من دنبارية بكمال البصرية. فلتبتعد هذا النور المبين أطلابا وفتونا من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصله يد العلم قديم إلا من خفقته بتقريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقها سلم عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمنه أشياؤها بمعونة الله مخفضة على حج حاجة جرة فوصونها. فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألاما ولا إللا. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقارب راجت بروجه لعالم الشهادة لتبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه أثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله.
الإشراق يا رب صل على
السلام
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أرزق الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أرزق الأذكياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضي برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد وعجم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة، فأرسل إلى مشرب خلق وجل عبيد الرحمة، لعلك إرادة الأنزلية بخلقات العبيد المحروم، فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادته والقيوم. بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهر بعينه محمود، فتعطر بوجودها أكناف الوجود، وترز برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم واصرف صلاة التسليم على سيدنا ونبينا محمد الروض الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، فجل حق في علم القدر الواسع، فجل انقضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر الرد بالتعداد، ولا يمل ثورا بكثرة دردان، حيث ابرز من عالم امكن صورة بوجود السكنان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من زر اتصل به كلب منيب إلا من زواره، ولله على العظيم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، كيف أشكو Bye.
الحرارة الموجودة والكون كله يشبه ويمشي في شروره وابتهاد بقرب جهور إدراك هذا الشراط والعيون متشوفات إلى بروجه متشوقات إلى التقاط جواهر كنوجه وكل دابة لقريش نفاقا بفوجه العبارة معلنات بكمال البشارة ومن من حامل حملت في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركة وسعادة هاج الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متمتخة بإثر الفراها بملاقاة أشراف البريات وبروجه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد التنقل في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وباسط في العالم الكبير معدة التشريف والتعظيم ببروج هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واصرف صلاتك وتسليم على سيدنا ونبينا محمد نور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا What?
السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيم وامطر الجودين على الجود تشم ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله والقدوة انكشفت كنع هذا المستور وبرز نوره كاملا بعالم ظهور نورا غاز وانفذ الحق حكم على من تمن عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وله أمة فانسا لجناب المسعون ومشاركة الله بأنزمة الممدوعان فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من نور العلم انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا الممنون بل ولقسم الكمال من نور الأموال ومرض الحامد المحمود وجعلنا لله بتعظيم وسجود محمد صلى الله عليه وسلم.